كانت تجربة اللي فريدة من نوعها، و 6600 كيلومتر الناس كيشوفوها بالمسافة، أنا شفتها بتجارب والدروس اللي خديت من الطواف هذا. التقينا بنساء مغربيات اللي حكمت عليهم الظروف يسكنوا في مناطق اللي نائية، وبالرغم من كاع الصعوبات اللي كيواجهوا قدروا انهم يثبتوا ذاتهم، ينشئوا تعاونيات وخدامين بواحد الطريقه اللي عجبتنا بزاف. محتاجين الدعم ديالنا، وكنشكر بزاف ليكيب ديال فيفو انرجي ماروك اللي عاونونا بزاف باش ننجحوا هاد الحمله التضامنيه، وخصوصا الحمله التضامنيه اللي قمنا بها في مدينه مرزوقه، بحيث الفريق كامل كان مجند معنا وكنوجه لهم شكر كبير. ما ننساوش ثاني البرودوي ديال شال ادفانس اللي منحنا فرصه ديال لونتروتيان، وهذا في كل مدينه كنوصلوا لها الا تلقاو ليكيب ديال شال حاضره من كاع النواحي، كانوا كيعتنيوا بالحاله الميكانيكيه للدراجه الناريه، وهما لهم فضل كبير باش قدرنا نكملوها طواف بدون اعطاب وبدون مشاكل. كانت فريده بزاف من نوعها، واجهت بزاف ديال الصعوبات وحلت في زوابع رمليه اللي كانت شي حاجه جديده بالنسبه ليا، ما عرفتش كيفاش نتعامل معاها، والحمد لله خاص غير شويه ديال الحكمه والعزيمه والانسان ما يفشلش، قدرت انني نتجاوز هذيك الفتره هذيك. وفوالا، والشتاء خصوصا كانت بزاف ديال الامطار في النواحي ديال تازة الحصيمه اللي هي طريق حنا عارفينها ما ساهلاش، فما بالك الا كانت فيها الشتاء والضباب. وكان عندي هدف هو انني ننجح طواف، دونك هذا هو الهدف اللي كنت كندير صوب عينيا فيما كانت كتجيني شي صعوبه، كنخلي ديما الهدف ديالي صوب الاعين باش كنكمل الطريق. باش غادي نخوي ليسانس، حيت هو نورمالمون الموتور فاش كتكون الرياح كثيره كتزاد الكونسوماسيون، تزادت الكونسوماسيون بزاف، ديكو هذاك الكالكول اللي درت الاول ما خرجنيش، وكانت بقات 20 كيلومتر على المحطه. طبيعة الحال تحديت راسي، انا ديجا كانت عندي الفكره ديال التحدي، ولكن اللي زاد شجعني اكثر هو الدعم ديال الناس المتابعين، الناس اللي كانوا متبعين الموضوع ديال الطواف. هذه حاجه كانت لقات عليا واحد المسؤوليه كبيره، يعني صافي ما بقاش عندي الخيار باش انني نحبس او نوقف، فما كان عليا الا انني نكمل كيف ما بغات تكون الظروف. شوف، المراه المغربيه تعطوها بزاف ديال الحقوق سورتو في السنوات الاخيره منذ سنه 2011، الحمد لله اللي بدينا كنشوفوا النتائج ديالها. كنقول لك انا مشيت البوادي وحسيت بالنتائج ديال الحقوق اللي تعطات المراه المغربيه حتى في القرى والبوادي والجبال البعيده. مازال هناك بعض الاشياء اللي خصها تشاف، بقى معاناة نفسية عند النساء اللي كنتمنوا انها تخدع بعين الاعتبار. النساء المغربيات كنقول بان العزيمة ديالكم قوية، انكم تقدروا تحققوا اي حاجة حلمتوا بها، فما تتغاضوش على الاهداف ديالكم، واي حلم حلمتوا به حاولوا انكم تحققوه كما انا اليوم حققت الطواف اللي كان كيبان لي شي حاجة مستحيلة، فاي امرأة تقدر تحقق الهدف ديالها كيف ما بغى يكون.